خلينا نروح للسنغال بسرعه ونروح للكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف العام على المنتخب ورئيس بعثه منتخبنا الوطني هناك، يطمنا الاخبار والاحداث والدنيا شكلها ايه. كابتن حسن مساء الخير، تمنياتنا لكم بالتوفيق النهارده ان شاء الله. ان شاء الله مساء الخير كابتن احمد، ربنا يخليك ودعواتكم، وانت حضرتك بتكلمني دلوقتي احنا بنتحرك رايحين على الاستاد. كل شيء هنا كويس وكل شيء جميل واستقبال كويس، رجال استفاره معانا، الجماهير السنغاليه ناس محترمه ومؤدبين قوي، الاقامه كويسه. النهارده الصبح كنا في الاجتماع التقليدي لان المراقب ما جاش امبارح، وصل النهارده الصبح وعملنا الاجتماع، وكان حاضره الكابتن احمد حسن وسمير عدلي وانا، وكل شيء تمام. السنغال هتلعب ابيض ابيض ابيض، احنا هنلعب احمر اسود اسود، احمر في اسود في اسود. طيب اهم تعليمات الحكم ايه يا فندم وجنسيته؟ هو الحكم من كوليبالي، معروف قوي في افريقيا، و اعتقد من مالي، وشخصية كويسة، وتعرف على الكابتن احمد حسن وكلمنا وقال الفير بلاي ومحدش فيه دعوة غير باللعب. ان شاء الله احنا نبهنا على اللعيبه ما لهمش دخل بالتحكيم، ولينا فقط الكوره والملعب، وان شاء الله ان شاء الله اللعيبه كلها مستعده. حتى عمرو جمال كان جاله سخونيه جامده جدا، والجهاز الطبي الحقيقه قام بدور كبير جدا، وزي كويس جدا، واتمرن امبارح واتمرن اول امبارح، وكشنا الى توفيق ربنا ان شاء الله. طيب كابتن، هل كابتن شوقي اعلن التشكيل؟ حد دلوقتي لا، في بعض الخلافات، هو يعني حتى انا كنت واقف قبل ما نركب العربيات ونمشي، فقال لي لا انا مستني شويه، مش هعلن دلوقتي. لحد دلوقتي انا شخصيا ما عنديش فكره عن التشكيل. لا يعني خلافات على اني مراكز؟ خلاف على ظهير ايسر، والخلاف على مهاجم، لكن الباقي كله مستقر. قال لي الباقي كله مستخير، حتى انا يعني ما رضيتش اساله مين ومين ومين، كنت قاعد بتاعته وهو ما اتكلمتش معاه فيها. معنويات اللعيبه، معنويات اللعيبه شكلها عامله ازاي يا كابتن حسن؟ والله يا كابتن احمد انا قعدت معاهم امبارح بعد المحاضره اللي عملها الكابتن شوقي، انت حضرتك طبعا بخبرتك بتقدر تحس من عينين اللعيبه، هل هناك تركيز؟ هل هناك ثقه في النفس؟ هل هناك رغبه في الفوز؟ كل الحاجات اللي قلتها لحضرتك بتقدر تكتشفها وانت بتتكلم. ودلوقتي انا كنت معاهم في الاوتوبيس، قلت لهم كلمتين، مصر كلها مستنياكوا، مصر كلها هتتفرج على الماتش، احنا محتاجين المكسب النهارده ان شاء الله. الاولاد كويسين و يعني عندهم ثقه، وان شاء الله ربنا يوفقهم ونعمل نتيجه طيبه ترضي طموحات الجماهير المصريه، ترضي طموحات الاعلام المصري، ترضينا كلنا. هل في يعني جماهير كتيرة في المدرج من دلوقتي متابعة اللقاء يا كابتن؟ الملعب بيساع، انت حضرتك عارف يا كابتن احمد ان ملعب ده كان موقوف، ملعب استاد دكار موقوف سنتين، اول مباراة هتتلعب النهاردة، ساعة الاستاد 50,000 متباع لحد دلوقتي 47,000 تذكرة. يعني الملعب تقريبا حضرتك لو هتتابع هتلاقي مليان على الاخر. طبعا لعيبتنا واخده على كده، واخده على جماهير كتير، وممكن ده يكون سلاح ذو حدين بالنسبه ليهم، لان هم برضو ما تنساش يا كابتن احمد ان اول مباراه من سنتين تتلعب هنا. صحيح صحيح صحيح، برضو ممكن يكون بخبره حضرتك طبعا الكوره، ممكن يكون ضغط عليهم، ممكن بالنسبه لنا احنا بالعكس نكون موفقين، وان شاء الله هنكون موفقين، وان شاء الله نعمل نتيجه طيبه ان شاء الله. الاعلام السنغالي مهتم قوي باللقاء يا كابتن حسن؟ مهتم جدا جدا جدا، حتى امبارح واحنا بنتمرن كان في اعلام كتير، وفي قنوات تلفزيونيه، وعلى طول في التلفزيون هنا، ولكن مش عايز اقول لحضرتك الناس طيبين جدا جدا، ومتكلمين،
يعني كل شيء طيب وكل شيء. طبعا مباراه بعد سنتين بتتابع على الاستاد بتاعهم بتلاقي اهتمام زياده. طيب سؤال كمان، قصة الإيبولا وحضرتك أكدت أكثر مرة أنها كانت حالة وحيدة، وكان شاب من غينيا كان هرب من الحجر الصحي ثم مسكوه تاني ورحلوه إلى بلده، وبتأكد لنا مرة أخرى أنه ما عندناش أدنى مشكلة في موضوع الإيبولا يا فندم. لا خالص خالص يا كابتن أحمد، السنغال خالية تماما الإيبولا وخالية تماما من الأمراض، هي بلد متحضرة على فكرة. أوي 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 نعم. أكيد متحضرين وناس طعمة حلوة جدا، إحنا قاعدين في جميل جدا على المحيط، يعني لا بلد حلوة الحقيقة. طيب. يعني لم تكن هناك أدنى مشاكل في الإقامة، في الأكل، في التمرين، في أي نوع للمنتخب الوطني يا كابتن حسن؟ كل اللي إحنا بنطلبه يا كابتن أحمد بيوفره لنا. نعم. حقيقة يعني ناس متحضرة، ناس منضبطة، ناس ملتزمة، وان شاء الله ان شاء الله يعني احنا بنرسل لهم الحفاوة دي في القاهرة. ولا بالعكس كل شيء كويس، كل شيء تمام، ما فيش اي حاجة تعكر الصف. رجال السفارة وسيادة السفير من ساعة ما وصلنا ما سبناش دقيقة الحقيقة، هو والعاملين كلهم في السفارة. انا شاكر جدا لحضرتك كابتن حسن، واسمح لنا هنكون على اتصال بيك النهاردة اكتر من مرة حتى نطمئن جماهيرنا قبل بداية اللقاء، وشكرا جدا جدا ليك، وبتمنى لك التوفيق والمنتخبنا الوطني والجهازنا الفني يا كابتن حسن باذن الله. تحت امرك يا كابتن احمد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا.